محامون ضد الانقلاب، التسمية الجديدة لمحامون لحماية الحقوق والحريات، كنتم عبرتم عن مساندتكم لمسيرة 14 نوفمبر بل وشاركتم فيها. إلى أي حد تعتبر التضييقات يعني المتداولة إعلاميا حدا من حق التونسي في حريته، حريته في التظاهر وحريته في التعبير؟ مرحبا بكم وشكرا على الدعوة. نحن بالنسبة لنا أولا تصحيح محامون ضد الانقلاب ومحامون لحماية الحقوق والحرية هي نفس المجموعة اللي تعرفوها، اللي من أول الانقلاب من الناس المهمين اللي حددنا موقفنا وما كانش عندنا أدنى شك أنه إحنا في وضع انقلاب، لا تصحيح مسار ولا خزعبلية. هذا توضيح أول. التوضيح الثاني بالنسبة للتضييق على الناس وعلى المواطنين للالتحاق بالوقت، يعتبر وهذا لا شك فيه أنه مس من حرية المواطنين التونسيين في التظاهر السلمي، هو حق مكفول بالدستور. رئيس الجمهورية بعدما فعل ما فعل بالدستور هو يقول أنه حافظ على باب الحريات، ولكن في الروبورتاج تحدثتم عن الكثير من الانتهاكات. ضيف صديقي العزيز السيد عادل تحدث عن الكثير من الانتهاكات ومنع المتظاهرين من الالتحاق بالوقفة الاحتجاجية السلمية، هو يدخل في باب منع الناس من حق الدستور في التظاهر السلمي أولا، وقبل ذلك هو منعهم من حقهم في التنقل. يعني التونسيين كانوا ليلتها قادمين من جميع الجهات ويلقوا الأعوان الأمن يمنعوهم من التوجه إلى العاصمة ويقولوا أرجعوا، تونس مسكرة هكا بكل بساطة. يعني معابر حدودية كما قال لك الأستاذ عادل، معناها حاجة مؤسفة جدا. وأنا نشوف اللي إحنا ما نستحقوش شهادة محامي أو شهادة نقولوها على التلفزة باش التونس يفيقوا، لأنه الصور تتكلم. ينجم ينكر سيد الرئيس ولا ينكروا الجماعة اللي حوله هذه التعديات وهذه الانتهاكات على طول، هناك ولكن من فما رأى كلام أستاذة، اسمح لي، مقابل صور. هناك احنا من صور رأى شفافة. في تلك الإجراءات مجرد عمليات أمنية روتينية حفاظا وحماية المسيرة ربما من أي خطر إرهابي، الله أعلم. ولكن حماية المواطنين لا يعني منحهم من الدخول، منع الناس اللي بالجهات من الدخول إلى العاصمة، تم إغلاق منافذ الدخول إلى العاصمة كليا، هذا لا يمكن اعتباره حماية للمواطنين. زد على ذلك أنت توا بالمثال اللي قلته على حماية المواطنين فكرتني في حاجة اللي هي الخصوصية بتاع التوانسة، اللي كل حاجة هي مؤسفة ومبكية يحولوها إلى نكتة يتندروا بها. وريتوا كيفاش قعد نهارين الفيسبوك يتندر بالصور والطاولة هذيك اللي عليها النابل بيضة اللي فوقها طرف لقشة مرية وكوبونغل وغرافاز وشوية مساسك، اللي هي اعتبروها معناها يسوقوا فيها على أساس أسلحة بيضاء، وإنهم تمكنوا من إيجادها ورصدها عند مواطنين ماشيين باش يشاركوا في الوقفة هذية. هما حاولوا بكل الطرق إنهم يوقفوا الناس، إنهم ما ينفكوش في كل مرة يلبسوا الناس بتهم كما تعرفوها. ما نحبش نعاود كالتهم هذيك اللي الناس اللي خارجة هي ناس مخمورة وناس غير واعية وناس مفسدة وناس معناها مش هناك حلوة من اللي اعتبر معاها. أستاذ إسلام، هناك من اعتبر تلك المحجوزات بالعكس دليل ديمقراطية وجمهورية الأمن. ربما لو كنا في عهود سابقة لكنت شاهدت على الطاولة مولوتوف أو أسلحة يعني كبيرة، بالعكس تلك المحجوزات تبين أن الأمن اشتغل وفق القانون والضوابط. ربما
هو بالغ، ولكن على الاقل احمد ربي ما عملش بلوتوف فوق الطاوله. اي طبعا، هذايا نفس الكلام اللي نشوفون المؤيدين، الناس اللي مؤيده المسار هذايا، وقت اللي يقولوا لهم يا ناس هاكم تشوفوا بعينيكم، خاطر المساله ولات هي في علاقه مباشره بالمواطن، نحاولوا نقولوا له فيق. وصحيح توا باللي سونداج دوبينيون اصبح من الواضح انه الناس بدات تفيق، معني هذا ما ينجم ينكروا حتى حد، وهذا يرجع لبرشا ناس لانها توعي في التوانسه، والتوانسه راهم يفهموا يشوفوا على عينيهم في كل ما قاعد يحدث. الطاوله هذيك كانت الحقيقه مهما باش تحاول تقول ان هي تثبت العكس، ولكنها كانت مهزله باتم معنى الكلمه. والبلاد هذيا، البلاد هذيا كل شيء توا بالواضح، معناها عندنا الحريات اللي اكتسبوها التوانسه في خلال 10 سنوات، كانوا يقولوا خلال 10 سنوات نظرا لان ظروف كانت الاقتصاديه والاجتماعيه سيئه جدا، فوصلت الناس تقول الحقوق هذه اللي عندنا، حقوق التظاهر السلمي وحق التعبير والحقوق هذه الكل، هذا ما عندنا ما نعملوا بها، هذه من تحصيل الحاصل ومستحيل التراجع عليها. وهذا احنا مش انتظاراتنا من الثوره، الثوره عملناها ثوره كرامه صحيح، ولكن ثورتنا هذه كرامه باش نشتغلوا وباش نعيشوا براحه وباستقرار، مش باش نعيشوا في الجوع والمهانه والمرض. ولكن قاعدين تشوفوا والتويتر يشوفوا على عينيهم، نحب نقول لهم التويتر قاعدين تعيشوا كل يوم وقاعدين تشوفوا ان راهو ما فما حتى شيء مضمون، ما فما حتى شيء مكتسب. الانقلاب هذا يا أخ انه حتى الحريات اللي خلتوا انكم اكتسبتوها راهو ما اكتسبتوهاش، راهو التنقل اصبح في انتهاكات، وينجم اي امن يمنعك ويقول لك ارجع لدارك وما عادش تنجم تحل فمك، راهو انت توا تنجم تكتب تدوينه على الفيسبوك بتاعك يوقفوا مهما كنت. نعم، وترسمي لك انت الناس، معناها هذه لازمها تعبي. هنا هذا اللي نقوله للتوانسه، اخر معناها حاجه ممكن تتوجه للتوانسه هي وعي متاعهم انهم يراقبوا بعينيهم وقاعدين يشوفوا شنو هو اللي قاعد صاير. استاذ اسلام، يعني بعد كل تلك المشاهد عن المحجوزات في الداخليه، النيابه العموميه لم تاذن بالاحتفاظ باي شخص؟ لا، هي صارت العديد في وسط النهار من الايقافات، معناها ايقافات بالعشرات للناس، اللي خلى حتى المحامين معناها كانوا من مكان الى مكان، معناها قضاوا نهار الكل واحنا نسق ما بين الولايات باش الناس تمشي وتقف مع الناس اللي تم ايقافها الحقيقه بطريقه اعتباطيه، ياخذوا لهم بطاقه التعريف نتاعهم او غيره او اوراق سياراتهم. ولكن هذه الايقافات كانت ممنهجه فقط لمنعهم من الالتحاق بالوقفه، فما ناس وقفوها مثلا في بعض الولايات وتبقى قعدت موقفه تقريبا ما بين 5 و6 ساعات لين خلاو انه ما عادش فما حتى امكانيه من الوسائل العموميه او ترا او انت ايه وقت الالتحاق بالعاصمه. أستاذ إسلام، يا أستاذ إسلام، أنت تتحدثين عن انقلاب، هل إيقافات ربع ساعة وساعة هذا؟ راهو الانقلابات نتحدثوا لا قدر على جرائم كبيرة، هذه في الفلاكحة نتاع الماكلة، يعني التونسي يتفرج فيك يقول هذه عادية يا أستاذة، لا تتماشى وتوصيف النظام بالانقلاب. ما تنساش اللي احنا عندنا 3 شهور كهو، وفي ال3 شهور هذوما رينا الويل، ورينا كل أنواع الانتهاكات. رينا يا سيدي المداهمات الليلية، رينا الناس اللي تم إيقافها بدون أذون، رينا المحاكمات العسكرية اللي هو باش يكون في علمك المحاكمات العسكرية هذه اللي يقولوا هذه هاي موجودة من قبل وكان عينكم لو بدلتوه القانون، صحيح وما كانوا بدلوه، أما المحاكمات العسكرية إذا فما في خلال 10 سنوات تقريبا 7 أشخاص تعدوا على المحاكمات العسكرية، في خلال 3 أشهر عندنا أكثر من 12 شخص أو ربما أكثر، هذوما ال 12 اللي ريتهم هنا يتعديوا على المحاكمات العسكرية في 3 أشهر مقابلة ب10 سنوات، احنا عندنا
وضعت يتم الإقامة الجبرية نتاعهم ويتم منحهم من السفر، المئات من الناس يتم منحها من السفر. معناها شوف، ما نحكيوش حرية الصحافة والتعبير والمدونين هذوما اللي على بعض وقفوا فيهم يوميا، وإلا سي عامر عياد كيفاش التوى ملوح في السجن على خاطر افتتاحية. معناها هذا الكل راهو يا جماعة راهو قاعد يصير في 3 شهور، بلكش تحسبوا الانقلاب هو هكيك في البلدان الكل. احنا عندنا انقلاب مزيان راهو، هذا لازم يعرفوه التوانسة، انقلابنا شباب، انقلابنا لايت، انقلابنا ما جاناش شخص هكا لابس كومبا وجينا فوق وشاد بندقية وجينا من بلاد أخرى، لا لا، احنا انقلابنا جينا أستاذ بصواريخ قانونية على منصاتها. نعم جينا أستاذ ومدرس وجينا في عقل عقله حط الدبابة صحيح قدام البرلمان، ولكنها خطوة خطوة وهاكم مازلتوا تشوفوا. وجاي إذا انتم تستنيوا فيما أشنع طيب يعني شوية حافظ الله تونس.